بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول شرح لبعض الرسوم، في الحقيقة هي توقعات الرياح الشمسية لمدة 7 أيام، لكنها تتغير باستمرار ولا يبنى عليها على أنها قد تقع، فهي توقع لكنه متغير. وبعض القنوات والصفحات خصوصا الناطقة بالأعجمية سواء الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها، وباعتبار العرب تابعين مخلصين ويقدسون كل من يتحدث بغير لغتهم، فنرى أنهم يصدقون كل ما يقال. هناك صفحات من محتوياتها تعرف أنهم لا اطلاع لهم بتاتا في هذا الموضوع، موضوع نيبيرو أو الكوكب المدنب أو أي ما كانت التسمية، وإنهم يرتمون إلى هذا الموضوع ارتماء فقط. فالمخطط للتنبؤات، تنبؤات الكثافة، كثافة البلازما بالسنتيمتر المكعب والسرعات الشعاعية أي سرعات الأشعة الدخيلة بالكيلومتر سكون، وهذه توقعات 7 أيام سوف نراها على المخطط ونقوم بشرحها، لكنها تتغير بين الحين والآخر وليست معلومات ثابتة لا يمكن البناء عليها لكي نقوم بتوقع دقيق حول الرياح الشمسية بأنها ستقوى أو ستحصل عواصف شمسية يوم كذا أو كذا. نعم يعطيك ارتفاع في الكثافة، كثافة البلازما أو سرعة الإشعاع، لكن قد يتغير غدا. للعلم أن يوم 22 من هذا الشهر سنكون قد دخلنا في شهور الإخفاء للرؤية التلسكوبية للكوكب المدنب، يكون فصل الشتاء دخل في النصف الشمالي والصيف دخل في النصف الجنوبي، وعندها سنراقب الكوكب المدنب عبر حقول الرصد، وللعلم ستظهر في هذه الحقول في الأسابيع والأيام القادمة العديد من السدم التابعة لدرب التبانة، لأن الشمس الآن تدخل في الأبراج الجنوبية، والأبراج الجنوبية كما شرحنا سابقا تعتبر قريبة من الحزام المجري، مثلا برج القوس التي تتجه إليه الشمس الآن وتدخله كجرم، فهو يتواجد محاديا للحزام المجري. هذا الحزام المجري يزخر بالسدم والمجرات، وسنرى ظهور سديم البحيرة مثلا، وكذلك غيمة درب التبانة اللامعة، وسديم النسر يظهر أيضا في شهور الإخفاء. ونرى من جديد من سيستمع إلى الغرب وينشرون تلك الصور على أنها صور لنيبيرو بدأ يظهر بسحابته النيزكية، وأنه سيصل بعد شهور الإخفاء وغيرها من الإدعاءات. أما بالنسبة لحقلنا المغناطيسي المتهالك فنحن نسجل تكسرات شديدة أصبحت يومية وتشوهات دائمة لا تخلو منها ساعة من ساعات اليوم، وهذه الزيادة الواضحة في زيادة التأثير ستسجل معنا كما كانت تسجل سابقا، لكن بوتيرة مستمرة ومتزايدة حتى نصل لسنة الوصول. فالتغيرات الآن بدأت تطرأ بشكل متواتر ومستمر ومتزايد بشكل واضح، وهذا ما نراه الآن. فالتكسرات أصبحت تكاد تكون يومية وفي عدة ساعات من اليوم، بينما كانت سابقا هذه التكسرات التي نراها في الحقل الصاد تقع في أسبوع مرة ثم جاء مرتين هكذا دواليك، الآن بدأنا نراها يوميا ونسجلها يوميا، وهذا سببه اجتماع قوة الطارق والقوة الكهرومغناطيسية للطارق مع الرياح الشمسية
لأنه يصطدم بالرياح الشمسية، يعني أنه عندنا منبعين طاقيين وجسيمات طاقية وكثافة بلازمية قادمة من نفس الاتجاه، مما يزيد من قوة الضربات، رغم أن الشمس كما قلت تعتبر حاجزا تتكسر حوله تلك القوة، لكنها تعتبر التفافية، لذلك نرى تكسر الحقل الصاد من الجانبين. لنمر للشرح. هذه الصورة أمامها هي لتوقعات الرياح الشمسية والبلازما، كثافة البلازما وسرعات الإشعاعات من يوم 13 ها هنا إلى يوم 20، ونعطي الانطلاقة. فكما ترون حين نصل لهذه المنطقة من المتوقع كما تشاهدون يوم 17 من المتوقع، أي يعني البارحة. لنعود إلى هذه المنطقة كما رأيتم، من المتوقع البارحة عند أو يوم 16 عند 7 زوالا أن تكون كثافة البلازما عالية وتصل إلى ما يقارب 60، بينما كانت التوقعات أيضا في يوم 17 أن تكون عالية، وها هي الآن تنزل للصفر. ولنكمل يوم 17 18 وهكذا إلى يوم 20، يوم 20 نصل إلى يوم 20 ثم نبدأ. فهذا ما هو إلا توقع، فالبعض يستعمله على أن هناك رياح شمسية وسيقع وانفجارات وما إلى ذلك، ويأخذ هذه الصور هكذا. فهذا توقعات فقط. قلنا أنه لا يخلو يوم كما ترون 17 عند 10 صباحا. انظروا معي إلى أين وصل القوس الصاد. القوس الصاد يجب أن يكون هنا في هذه المنطقة. انظروا إلى أين وصل. وصل إلى داخل طبقة الأيونوسفير، يعني أنه يكاد يسجل تكسرا. نحن نرى أنه يكاد ينتظر كدنا نسجل انهيارا حقليا هنا، لأن الضربات تلتف وقادمة من الجانبين تكسر القوس الصاد، فهذا انتباج حقلي شديد جدا، شبه انهيار حقلي. بينما الرياح الشمسية، سرعات الرياح الشمسية في 600 إلى 700 كما ترون، وشحن طاقي شديد محيط بالأرض بشكل عام، وهذه هي التشوهات التي تحدثنا عنها، بأنه لا تفارق الحقل الأرضي في أي ساعة كيفما كانت. في جميع ساعات اليوم هناك تشوهات وتخبط في خطوط الحقل المغناطيسي بشدة قوية وعالية جدا، دليل على أن القوة متزايدة وهناك تزايد في قوة المنبع الدخيل. هذا يتسبب فيما نراه على طبقة الأيونوسفير، هذه الخريطة اليوم 17-12، وكما تشاهدون الخريطة ممتلئة بالشحن المتطرف باللون الأسود وهنا الأبيض. الحالة الطبيعية لهذه الخريطة هي اللون الأخضر، لأنها تساوي صفر كما قلنا سابقا، كما شرحنا سابقا. فالحالة الطبيعية هي هذا اللون الأخضر الذي نراه في نقاط قليلة جدا. الأسود شحن جد متطرف وهو يعم الأرض بشكل عام، لأن ما رأيناه من تكسرات في الحقل الصاد ترك الباب مفتوحا أمام تلك الطاقة الدخيلة لكي تصل إلى طبقة الأيونوسفير، وطبقة الأيونوسفير تؤثر، أول ما تؤثر عليه هو المناخ، ثم تصل هذه الطاقة إلى الأرض، ويقاس التكهرب ما بين هذه الطبقة وسطح الأرض، هو الذي يعطي تلك الارتفاعات التي تسجل دائما في رنين شومان. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.